فاينلز. الدورة بعنوان المراسلات والتحرير الإداري. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. نبدأ تناول الدرس الأول واللي يتناول الجوانب النظرية في التحرير الإداري. نبدأ بمسألة تعريف التحرير الإداري. هو عبارة عن عملية يتم فيها توثيق المراسلات والنصوص والتعليمات والتوجيهات وفق سياق إدارية ورسمية وباستخدام أساليب فنية وتقنية كمعالج النصوص أو برنامج الوورد وبرامج أخرى. يختلف التحرير الإداري والتجاري عن بقية الكتابات الأخرى كونه يستند على معايير إدارية وقانونية وتجارية، وكذلك يتطلب من المحرر الإداري أن يحرر الوثيقة المحررة بشكل مفهوم وواضح كي تفي بالمعنى. ذكرنا في نفس المجموعة تقسيم المراسلات وفقا لنواحي كثيرة، مثلا استنادا على الشكل يتم تقسيمها إلى مذكرات أو مراسلات ووثائق ونصوص، استنادا إلى المضمون يتم تقسيم المراسلات إلى رسالة وخطاب ومذكرة وإعلان وبلاغ برقي واستدعاء، والوثيقة يتم تقسيمها وكل المضمون إلى تقرير عام وتقرير خاص ومحضر اجتماع، والنصوص يمكن تقسيمها وفقا إلى مرسوم ومنشور وقرار ومقرر إلى آخر ذلك. من ناحية الجهة الصادرة لها يمكن تقسيم المراسلات إلى مراسلات حكومية، مراسلات إدارية، مراسلات تجارية، ومراسلات شخصية، ومراسلات دبلوماسية. استنادا إلى الشكل يمكن تقسيمها إلى نوعين، نوع داخلي ولا يأخذ الطابع الرسمي، ونوع خارجي ويشترط فيه الطابع الرسمي.